بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أكبر. اللهم أنت ربي لا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. 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 لا إله إلا الله رب العرش العظيم. 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 لا إله إلا الله رب اغفر لي. 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 لا إله إلا الله رب ارحمني. لا إله إلا الله رب ارحمني. لا إله إلا الله
وارحمني. لا إله إلا الله ربي ارحمني. لا إله إلا الله ربي ارحمني. لا إله إلا الله ربي استرني. لا إله إلا الله ربي استرني. لا إله إلا الله ربي استرني. لا إله إلا الله ربي ارزقني. 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 لا إله إلا الله ربي عافني. 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 لا إله إلا الله عافني. وأنا نحن في ليلة الاثنين سنهب ثواب هذا المجلس المبارك هدية منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قد مشى في ختمات للقرآن الكريم فإن شاء الله سنختمها في ليلة الخميس، ليلة الجمعة، ليلة التسابيح، إن شاء الله نختم ختمات القرآن. فاللي شاغل بختمه جهز حاله، والله المستعان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بك هذه. اللهم صل وسلم وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم بارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، 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 لا لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اشتغل بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة السلام عليك، عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله خير البرية، نظر إلي خير البرية، نظر إلي ما أنت يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. يا أبا
بحر فضل وتاج عدل. يا بحر فضل وتاج عدل جد لي بوصل يا طال قبل المنية، جد لي بوصل يا طال قبل المنية. كم ذا أنادي، كم ذا أنادي يا خير هادي، يكفي بعادي يا طه يا نور عيني، يكفي بعادي يا طه يا نور عيني. حاشاك تغفل، حاشاك تغفل عنا وتبخل. يا خير مرسل يا طه عطفك علي، يا خير مرسل يا طه عطفك علي. صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي، آه يا قلبي ما دام قلبي يا قلبي بذكر حيا. خير الباري يا نظرة نظرة إلي، خير البارية نظرة إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، قلت حيلتنا أنت وسيلتنا، أدركنا بشفاعتك، أدركنا بمحبتك، اشفع لنا عند الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، سبح بحمدك إلى يوم الدين. صلاة الحاجة أثابكم الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، لولاك ما اهتدينا، لولاك ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، ربنا إليك نضرع من زلات القدم،
وبك نستعصم فيما يجري به القلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك، بارئ النسم ومفيض النعم وباسط الوجود على العدم. لك الحمد يا الله، لك الحمد يا كريم، أن بلغتنا رمضان، أن أكرمتنا بصيام رمضان، أن أكرمتنا بقيام رمضان. لك الحمد يا الله حمدا يليق بزيادة نعمك ويكافئ مزيدها. يا الله تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا صدقاتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستجير، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله هذه ساعات رمضان الأخيرة نرجوك القبول يا الله، علها آخر ليلة في رمضان، نعتذر عن تقصيرنا، قصرنا في الصيام، قصرنا في القيام، قصرنا في الصدقات، هذا جهدنا يا رب، هذا جهد المقل، وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين، جئناك ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، تصدق علينا، تصدق علينا يا رب، أعتق رقابنا من النار ورقاب أهلينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ما زلنا على بابك من أول رمضان، لا تطردنا عن بابك، لا تطردنا عن بابك، لن أبرح الباب يا رب، لن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي أو تقبلوني على ذلي ونقصاني. اقبلني يا رب، اقبلنا يا كريم، اقبلنا يا رحيم، اقبلنا على ما فينا، اقبلنا على علاتنا، نحن عبيد سوء، نحن عبيد سوء، كم عاهدناك ونقضنا، كم عاهدناك ونكثنا، لكن عدنا إليك يا رب، ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم، ندم ودمع هاطل. يا الله لا تتخلى عنا، لا تتخلى عنا، تقبل صيامنا يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا بعد رمضان خيرا منا في رمضان. يا كريم أعنا على تلاوة القرآن، أعنا على صيام النوافل، أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. يا ذا الجلال والإكرام أعنا على قراءة القرآن وعلى فهم القرآن والعمل بالقرآن. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا، ونحن فقراءك يا رب، نحن الفقراء، نحن الفقراء إليك، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، يا ذا الغنى، نرجو عفوك، نرجو محبتك، نرجو مودتك. يا رب يا الله لا تقطعنا عنك بعد إذ أدنيتنا، لا تطردنا عن بابك بعد أن أذقتنا لذة مناجاتك ولذة الدعاء بين يديك ولذة الوقوف بين يديك. يا حي يا قيوم، يا الله يا الله، اجعل هذه الجلسات وهذه الصلوات وهذه الركيعات هدية سابقة منا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من جنابه المشرف المعطر المكرم إلى روح من سبقنا من آباء وأجداد وأمهات وأولاد وأصول وفروع، أنت أعلم بأسمائهم، اللهم أنزل على هياكل أرواحهم في هذه الساعة من جلالك وأنسك ما يليق بحضرة جنابك
يا ذا الجلال والإكرام، ثم من أرواحهم إلى قبورنا يا رب، سابقة إلى قبورنا. يا حي يا قيوم، نوِّر قبورنا بالقرآن، نوِّر قبورنا بمجالس الطاعات وبالأذكار وبالأوراد يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، أعطنا ما نريد وفوق ما نريد، أعطنا من خيرك الذي لا يملكه غيرك، وخزائنك ملأى يا رب، وعطياتك لا تنفد. عودتنا كشف الكرب، عودتنا كشف الكرب، يا من عن الخلق احتجب، حاشا تخيب من طلب. انظر إلى عبادك يا رب، الكل يدعوك، الكل يرجوك، الكل مكسور بين يديك، لغيرك ما مددنا يده، لغيرك ما مددنا يده، وغيرك لا يجود ندى، وليس سواك لنا أمل. يا أملنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا كافلنا، يا شافينا، يا الله يا الله، نسألك طول الأجل مع العافية، وحسن الأعمال مع القبول، وسعة في الأرزاق مع بركاتك، ونسألك راحة في القلب والبال والجسد، لا تمكن منا همًا ولا غمًا ولا كربًا ولا كآبة ولا مصيبة ولا فاجعة ولا ذنبًا ولا معصية ولا فاحشة ولا شهوة، لا تمكن منا شيطانًا ولا ظالمًا ولا حاسدًا ولا حقودًا، أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك فجأة خير تجبر بها قلوبنا، تجبر بها خواطرنا، تجبر بها بلادنا. يا حي يا قيوم، مسنا وأهلنا الضر، وجئناك ببضاعة مزجاة، تصدق علينا يا رب، تصدق علينا بالعافية، تصدق علينا براحة البال، تصدق علينا يا رب بذرية صالحة. يا ذا الجلال والإكرام، لا تفجعنا في أولادنا، لا تفجعنا في عافيتهم، لا تفجعنا في دينهم، لا تفجعنا في أخلاقهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، رد الشباب إلى الكتاب، رد البنات إلى الحجاب، حجابا كما تحبه وترضاه، كما يريده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا بلطائف الإحسان، يا قديم الإحسان، يا حي يا قيوم، تحصنا بك يا الله، تحصنا بيا ذا الجلال والإكرام على أنفسنا وعلى والدينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى أرحامنا وعلى مساجدنا وعلى مشايخنا وعلى طلابنا وعلى أرزاقنا وعلى أموالنا وعلى بيوتنا وعلى بلادنا وعلى شامنا. تحصنا بيا ذا الجلال والإكرام من كل ذي شر من إنس وجان وعفريت وشيطان، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا أكرم الأكرمين يا الله، تركنا الأهل والولد وجئنا نرتجي المدد، وجافينا جنوبنا عن المضاجع طمعا في محبتك، طمعا في مودتك، لأنك تكرمنا في كل ليلة وتحسن ضيافتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا النور نورك، وهذا الجمال جمالك، وهذا البهاء بهاؤك، وهذا الأنس أنسك، وهذا العطاء عطاؤك، والساعة ساعة إجابة، والساعة ساعة إجابة يا رب، الساعة ساعة إجابة. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مسجونا مظلوما إلا إلى أهله رددته. يا حي يا قيوم، ولا مديونا إلا أعنته على قضاء دينه. يا كريم يا عظيما في علاه، عبادك ينادونك يا رب، وظننا بك كبير، وظني فيك يا أملي كبير، فحقق يا إلهي حسن ظني. اللهم تولنا بولايتك، واجعلنا في عين رعايتك. اللهم وأعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، وأنت في أكمل حالات الرضا عنا، ونحن في عافية وقوة يا رب على العبادة والطاعة، بفضلك ورحمتك، حتى نلقاك وأنت راض عنا.
اللهم أنزل على هذا البلد الأمن والإيمان والراحة والسلامة والسعادة والسكينة والعافية والرزق والإطمئنان، يا حنان يا منان، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.